موجز الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. وجهت رئاسة الحكومة بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد دعوة إلى كافة التونسيين لا سيما المقيمين بالخارج إلى التبرع لفائدة جرحى ومصابي الزلزال المدمر الذي ضرب دولتين الشقيقتين سوريا وتركيا. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن التبرعات المالية تحول إلى الحساب الجاري للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، فيما تتوجه التبرعات العينية إلى مقر الاتحاد بحي الخضراء ولدى جميع اللجان الجهوية والمحلية للتضامن الاجتماعي بكافة ولايات الجمهورية. وصلت مساء اليوم الأربعاء طائرة المساعدة التونسية إلى مطار حلب الدولي لدعم جهود الإغاثة الدولية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا الاثنين المنقذي وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية. في موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن تسوية وضعية المتعاقدين محل متابعة مستمرة مع رئاسة الحكومة، وسيتم إنهاء كل أشكال العمل الهش قريباً. وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية خلال إشرافه على جلسة عمل بمقر الوزارة خصصت لمتابعة برنامج التعلم مدى الحياة على المستوى الجهوي والمحلي ضرورة تفعيل الإطار المرجعي للتعلم مدى الحياة، مبدياً استعداد الوزارة لمزيد دعم هذا البرنامج باعتباره مشروع دولة ووضع الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات. في أخبار العالم، أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يحشد 7 ملايين دولار مساعدة طارئة لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر. وختاما، يتواصل إسناد اللون البرتقالي اليوم الأربعاء لولاية نابل سوس المنستير المهدية وصفاقس نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المتوقعة وفق آخر تحيين لخارطة اليقظة المؤمنة بالموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا العرض الأخباري الموجز قدمته لكم نجلة خليفهاني، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.